You didn't wish for money. No. Money just destroy world. Okay. شايف بيقول لك قلت لها تتمني فلوس قال لك لا انا الفلوس بتخرب العالم لكن احسن حاجه انك love. الحب يا جماعه الحب والله العظيم. في الفيديو اللي فات شفنا ازاي البنات في ليتوانيا بيعشقوا الاجانب خاصه العرب واللاتينوس وقد ايه هم بيعملوا اي حاجه عشان يرتبطوا بالاجانب ويعيشوا حياه سعيده كلها فرح ومتعه وحب ومغامره مش حياه ممله وكئيبه مع الشباب الليتواني. اول ما الطياره توصل ليتوانيا هتلاقي كل حاجه مختلفه وجميله ونظيفه والطبيعه الخلابه في كل مكان. العاصمه فيلنس 70% منها غابات واشجار وانهار. هتدخل المطار هتلاقي ألذ ضباط جوازات في كل اوروبا تبتسم في وشك وتختم لك الباسبور في لحظه ويقول لك اهلا بيك في ليتوانيا استمتع. المطار عباره عن متحف رائع. وصولك ليتوانيا انت فتحت قلبك وعقلك وعيونك لحياه جديده مسالمه وناس جميله وطيبه معظمها مع الفطره وحياه نظيفه واكل نظيف وحريه واحترام بين الجميع وهواء نقي. واهم حاجه انك هتحس ان في مصوره بنات ملكات جمال فتحت وكلهم معجبين بيك وهم اللي بيعكسوك. تعال نشوف مع بعض ليتوانيا عامله ازاي. اللي يجي فيلنس في ليتوانيا يروح فين؟ يصور ايه؟ يزور ايه؟ ايه السياحه الموجوده هنا؟ بحاجات بسيطه جدا. اولهم اللي ورانا ده هو مبنى المحافظه في ميدان من اهم الميادين اللي موجوده في العاصمه. مبنى المحافظه مش موقفين عليه بوليس وجيش واوعى يا ابني رايح فين واوعى مش عارف ايه وما تصورش وما تجيش واوعى وخلي بالك ولازم تبين مش عارف وانت داخل. لا، هنا الحكومات منفتحه جدا بتعشق حاجه اسمها الافكار اللي بره الصندوق. ببساطة شديدة مبنى المحافظة ناس قاعدة حاطين لهم حاطين للشعب بين باجز قدام المحافظة عشان خاطر اللي احد يجي يقعد يريح ويشرب حاجة يشرب قهوة يشرب شاي يقرا كتاب يعيش حياته يجيب اطفاله يتفرج على منظر الميدان الرائع اللي ورانا ده. ده مبنى المحافظة. دول هنا الناس اللي ماسكين الحكومة. شوف الناس قاعدة ازاي، قاعد مريح، اللي قاعد بيتكلم مع حبيبته، اللي قاعد بيتكلم كذا، حاطين اعلام ليتوانيا التاريخية وحاطين علم ليتوانيا وعلم اوكرانيا طبعا عشان خاطر دعم لاوكرانيا زي ما قلنا. هنا في الميدان هتلاقي الصخرة دي او الطوبة دي الناس بتيجي كل واحد قافل عينيه وتلاقيهم بيلفوا كده، فلما تيجوا هنا ما تتخضوش. الموضوع ببساطة شديدة هنسأل البنت دي ونعرف منها so what are you doing. It's a miracle and people come and they have some wishes and they turn around, close their eyes and they have hope for the very good wish things to come. Okay, so it's a miracle stone. Yes. يقول لك دي الطوبة او دي البلاطة المعجزة. اي حد بيجي هنا بيوش بيقفل عينيه بيلف وبيتمنى امنية بتحصل له. So everyone wish a wish here. Hopefully it will happen to him. Yes. Okay. And what did you wish if now? If you from big heart. If you do it from big heart. And everything best in the world. Yes. بيقول لك ايه بتمنى ايه؟ بتمنى الحب والسلام والابتسامة للعالم كله. ناس همومها كلها ان هو العالم يبقى احسن والعالم يبقى كله حب بتاع. So this is what you wished. Yeah. You didn't wish for money. No. Money just destroy world. Okay. شايف بيقول لك قلت لها تتمني فلوس قال لك لا انا الفلوس بتخرب العالم لكن احسن just حاجه انك love. الحب يا جماعه الحب والله العظيم. صباح الناس اللي زايقه. الواحد يبقى موده كده وحش يمشي يلاقي حد زي كده. Big smile. ابتسامه كبيره قوي 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 قوي. تتضايق ازاي لما تلاقي شعب الناس كده كلها بجد حبوبه ولذيذه جدا كده. واحنا ماشيين في فيلنس لقينا دينا واحده مصريه جميله جدا جايه بتلف في اوروبا وتستمتع وتسافر وتعيش حياتها. فهنسالها رايك ايه في فيلنس عاصمه ليتوانيا؟ سو فار ممكن تكون هي جنب تالنت استونيا احلى حتتين رحتهم دلوقتي. طب انت عاجباكي هنا؟ عجباني. عشان؟ علشان الكنائس بتاعتها ريتش قوي 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 والاركيتكتشر بتاعها is quite different عن بقيه البالتيك ريجن. عشان خدتوا بالكم الكنائس هي اكتر حاجه عاجباها هنا عشان تعرفوا ان هنا الكنائس من جوه رائعه. تحفه. رائعه ملهاش حل. حلو. وايه تاني هنا في فيلنس عاجبك؟ يعني لو قارناها ببلاد تانية مثلا انت رحتي فين قبل ما تيجي هنا؟ رحت فنلند ولاتفيا واستونيا. فعامة هي ولاتفيا واستونيا رخاص قوي كومبيرد بفنلند عشان فنلند مستوى تاني خالص كفلوس حلوة قوي غالية قوي اخرها يوم.
يعني. يوم فنلندا يوم. فنلندا عشان في دول اسكندنافيا غاليين جدا، ازازه المايه هناك ب 3 يورو هنا و 3 يورو ونص غليت غليت عن اخر مره رحتها هنا اي ثينك ب 30 سنت ب 30 سنت هنا يعني 10 اضعاف الفلوس اللي انت لو هتقعد في فنلندا يوم هتيجي تقعد يوم هنا 10 ايام بالبادجت. يس دي حقيقه. وهنا كمان برضو بتعرفوا الحاجه اللي عايز اقولها لكم ان المايه هنا بتتشرب في فيلنس طبيعيه 100% ما فيهاش اي مشاكل، كل الناس بتشرب من حنفيه فمش محتاجين حتى تدفعوا 30 قرش او 30 سنت دي في ازاز المايه، وفروها لحاجه ثانيه تاكلوها او تشربوها. عاصمه ليتوانيا فيلنس من العواصم الاوروبيه القليله جدا اللي ما فيهاش ترام، ما فيهاش مترو، ما فيهاش مترو انفاق. تخيلوا لما عاصمه ما فيهاش اي حاجه من الثلاثه دول، طب بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا الاتوبيسات الكهربائيه زي اللي هتلاقيه جاي دلوقتي، اتوبيس كهربائي عشان خاطر يوفر في التلوث للبيئه، ما بقاش فيه تلوث للبيئه، بيدخل زي ما انتم شايفين بيبقى متحرك بيه الكهرباء تو على طول المدينه. عندهم الاتوبيسات الجديده دي شايفين مكتوب عليها فيلنس لاف اوكرين، يعني فيلنس العاصمه ليتوانيا بتحب اوكرانيا عشان خاطر هنا السابورت ليهم طبعا ضد الحرب ضد روسيا. الناس بتستخدم الاتوبيسات الجديده دي وفي نفس الوقت بتستخدم الاتوبيسات القديمه اللي موجوده عندهم من ايام الاتحاد السوفيتي، بيميكسوا الجديد جدا ده المتطور والقديم جدا يعني الكحيان، ولكن شغال لغايه دلوقتي بيرمموه وبيعملوا له طبعا صيانه كويسه جدا جدا جدا، بشرط ان هم الاثنين يشتغلوا مع بعض عشان خاطر يفضلوا محافظين على تراثهم وعلى الاتوبيسات القديمه بتاعتهم وشكلها، وفي نفس الوقت يبينوا للناس ان هم بجد عندهم تكنولوجيا وعندهم اتوبيسات جديده. حاجه جامده جدا انك انت لما تيجي فيلنس لما تشم الهواء مش هتشم تلوث، هتقف كده في الشارع تشم لجوه مش هتشم اي تلوث، مش هتشم دخان، مش هتشم اي حاجه. ليه؟ عشان خاطر هنا بيحاولوا جاهدين ان هو العاصمه زي ما انتم عارفين 70% منها غابات واشجار، وبيحاولوا ان هم كمان ما يجيبوش اي تلوث للبيئه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اجاكوفيتش، تعملوا لايك وفولو صفحتنا الرسميه على اليوتيوب اجاكوفيتش، تعملوا سبسكرايب فعلوا جرس عشان خاطر يوصلكم فيديوهاتنا جديده اول باول، صفحتي على الانستغرام اجاكوفيتش فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته ثانيه، صفحتي على تيك توك اجاكوفيتش فيها فيديوهات جديده هتعجبكم جدا. اشوفكم على خير باذن الله في حتت ثانيه كتيره جدا. احمد اجاكوفيتش سلام.